26 قاربة تنين ترفرف من فوقها الأعلام وتتسابق في بحيرة الشيتين بمقاطعة أنخوي. في سباق هذا العام تم تشكيل فريق نسائي خصيصا، وقد نشر الحماس في السباق روح التفاني بين الحاضرين، وأيضا جعل الجميع يشعرون بأجواء احتفالية بهيجة. نتيجة المنافسة ليست مهمة، المهم هو أن نطور روح قارب تنين ونمررها إلى الأبد. في قرية شوتاشي بمدينة شحونتين تنافس 28 فريقا من قوارب التنين على مسافة 400 متر على نهر يوشوي بين الجبال والوديان، وقد كان المشهد مفعما بالحيوية. وفي نهر يولون في بلدة بايشا لمقاطعة كوانسي يتعرج تنين ذهبي يتكون من 55 طوفا من الخيزران يزيد طوله عن 500 متر ويسبح على شكل حرف اس على النهر ليشكل صورة خلابة ضخمة مع الجبال والمياه الخضراء ويخلق مشهدا بالغ الجمال أمام أعين السياح.